لمن يرى الفن رسالة، لمن يعشق البحث في العمق. تعالوا معي لنكشف معا ما وراء الفن. اللي شفتوه قبل شوي طبعا هو اعلان كتاب ما وراء الفن اللي موجود حاليا في انستغرامي وانستغرام ذات السلاسل. الاعلان طبعا الناس ما شفتوه عباره عن لقطات سريعه من بعض صفحات الكتاب وفيها بعض الرسائل المبطنه مثل ما يقولون. وطبعا الكلام او الفويس اوفر يعني يعبر عن الفكره الاساسيه بالكتاب وهي فكره ما وراء الفن. التصوير تم طبعا بمعدات بسيطه جدا، يعني هذه الاضاءه مالتي، هذا الرفلكتر، هذه الكاميرا هي 5D طبعا مارك 2 والعدسة اللي هي 100 مايكرو. خلال التصوير طبعا حرصت على وجود بعض الأدوات أو البروبس اللي تخلينا نقول تعبر عن الكتاب، منها طبعا فرش الرسم، هذه الفرش أنا أحبها وايد لأنها موجودة عندي من أيام الكلية، الباليت نايف الوسخة طبعا المستعملة كذلك يعني من الشغلات اللي أحبها. وهالأداتين طبعا عبرون عن أحد الفنون التشكيلية أو أحد الفنون البصرية اللي هي الرسم أو التصوير الزيتي أو كذلك الطباعة. هناك أيضا الكاميرا الفوتوغرافية اللي هي الكاميرا الفيلمية الريكو مع فيلم الكوداك، وهذه العدسة العظيمة اللي ما يحتاج أقول شنو اسمها. يمكن الواحد يقول نزل ليش كل هالأشياء ما شفناها بالإعلان، مو لازم نشوفها، فكفاية أنها موجودة، أنا أدري أنها موجودة. وطبعا أهم عنصر اللي هو الكتاب نفسه، في خلفية الكتاب في صورة سلاش رسمة اللي هي مطبوعة طباعة يدوية، مطبوعة طباعة يدوية بالسلك سكرين بالإضافة للألوان المائية، يعني ميكس ميديا تعتبر. الإضاءة مالت عكية رفلكتر بسيط، وفي عنصر أو في أداة مهمة جدا وهما هذين المرشين. المرشات ما لهم شغل بالكتاب ولا موضوع الكتاب، لكن موجودين فقط عشان يكونون هولدر حق الرفلكتر. المونتاج كان باستخدام الأدوبي بريمير، زين، وفي رسالة هني واحدة منهم اللي هي هذه الرسالة اللي تطلع لمدة 3 فريمات فقط بالفيديو، هي خلينا نقول مخطوطة بيد الزميل العزيز مشار المهيني. وهناك رسالتين أخطر اللي هي هذه وهذه، وأعتقد أنها رسائل مفهومة لكم.